السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات، قناة اللي غادي نتكلموا على رياض محرز وين غوارديولا يصدم النجم الجزائري رياض محرز ولومبارد ينحني أمام الجزائري رياض، وين عاش النجم الجزائري رياض محرز أمسية رائعة بعد ما عاد للتألق مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بهدفين لهدف في لقاء القمة أمام تشيلسي بالجولة 13 من الدور الممتاز، دور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج، للحفاظ على فرق 9 نقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، ونقطة واحدة عن الوصيف المرتبة الثانية لايستر سيتي، كما سمح هذا الهدف الفوز الذي سجله رياض محرز العربي الجزائري، مجهود فردي وان خرق بذلك الدفاع مانشستر سيتي، وان يعني وان رياض محرز يعيد مانشستر سيتي لسكة السكة الحديدية في بعد ما انهزم في الجولة الماضية، نقولوا الجولة الماضية خرج على بعد ليفربول تشيلسي، وين بثلاث أهداف مقابل هدف واحد يعني، وأخذ رياض محرز حيز كبير من الاهتمام من وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما لفت أيضا حتى انتباه المدير الفني لتشيلسي فارناك لومبارد، الذي بدأ منبهر بالطريقة التي سجل بها رياض محرز الهدف الذي كان الهدف الفوز، وين الهدف الفوز هو اللي جاب به 3 نقاط بخلف مدرب سيتي بيب غوارديولا الذي أشاد بهذا الهدف رياض محرز قبل أن يصدمه بتصريح مفاجئ، يعني وين قال لومبارد في تصريحات لصحيفة بعد نهاية المباراة: أدينا مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي، كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الجودة الكروية لرياض محرز ومهاراته من خلال المراوغة التي قام بها أثمرت بهدف رائع سمح لهم بتحقيق الفوز، وهو ما صنع الفرق في المباراة لصالح منافسينا. يعني رياض ما شوف كيفاش غوارديولا وين عجباتو الهضرة تاع لومبارد، بصح خلعه قال له ماشي المباراة، ولا قال له محرز هو اللي دار كلش، قال له محرز هو اللي قام بكل شيء، وين نقول له بلي وتكلم المدير الفني معلق على الهدف محرز وقال لهم كنا من نعم لقد كان هدف رائع جدا، وانا دائما احب ان احصل على امكانيات ومهارات، يعني مهارات تاع اللاعبين خاصه، وين كل مدرب وين يتمنى يكون عنده واحد كيما رياض محرز، سبحان الله يكون عنده لعاب كيما رياض محرز. هذه اي مدرب تهضر له على لعاب، شكون اللي يكره ميسي؟ شكون اللي مدرب يكره اي مدرب يبغي ميسي عنده، ولا كريستيانو، ولا اي مدرب، نيمار ولا محرز ولا اي مدرب يتمنى يكونوا عنده هذو اللاعبين اللي يصنعوا الفرق، يتمنى اللي يكونوا عنده هذو اللاعبين اللي يصنعوا الفرق. على هذيك نقولوا بلي كيهدر هذا المدرب تاع موشي تاع تشيلسي، كيهدر هذا ماشي يهدر باطل، هدر على بالك خلعه في التيران كيما لعب لي فات لونترينير تاع توتنهام ذاك الارجنتيني هذاك اللي هذاك اللي حبس هذاك وجابوه في بلاصتو مورينيو، قال لهم نبغي نستمتع، نبغي نشوف رياض محرز قدامي قدامها هكا قدام عين، قال لهم نبغي نشوفه بالعين المجرده ماشي في مرايا. وزاد هذاك هدرها، زاد هدر لومبارد بالشيخ تغاشا صحيح، سبحان الله لو كنت مدربين اللي انت تامن بهم تقولوا لا لا تدرب هذاك مستعرب به، مستعرفين به. ديكلاراسيون دارها غوارديولا قال لهم خجلت من نفسي، قال لهم اللقطه والهدف اللي سجله
رياض محرز كان حشمت على روحي وبصح دار هاك ولا يقول لهم كيما هكا ولا يقول مانيش على بالك باللي يا شباب فات الضرب كون هذه كون مشي مليحه نقولوا كون لعبه كونت ليفربول كون لعبه عبس على الغاشي وفات وبشهاده بشهاده كاع الناس شاهد عليها وين ما لعب رياض محرز يقلع رياض محرز طاهر يقلع النجاسه قدامه ما يخليه والو قدامه ما يخليه والو قدامه رياض محرز النجاسه ما تقعدش قدامه على ذيك نقولوا بلي رياض محرز المكانه تاعو مكانه عاليه في مانشستر سيتي وفي المنتخب الوطني الجزائري خاطش علاه واش دار رياض محرز يا عباد الله ولازم نعترفوا ناس لعبت هنا كره قدم نقولوا بلوم يلعب هنا كره قدم نقولوا عصاد لعب نقولوا بصح كي نولوا نحضروا بالارقام وباللعب والنيفو انا شفت رياض محرز يلعب في لو بريمي ليغ دي موند اول رابطه في العالم انا شفت رياض محرز يلعب فيه انا ما شفت واحد اخر الا نتوما شفتوا واحد اخر قولوا لنا لعبوا لعب ذاك كسمو عامر بوعزة لعب كاع لعبوا لعب بديوره لعب بصح حتى هي لا لي راه داير لي راه داير لي راه ماركي لي راه كاتب اسمه حروف من ذهب شكون هاو شكون هاو هاو نكذبوا ها محرز هاو بغيت نقول لكم انا محرز انتم لازم تردوا تقولوا محرز ها راكم تشوفوا الناس شاي دايره والناس هي تخدم الناس هي تلعب صاحبي الناس قاع شاهد عليه باللي يحب كرة القدم قال لك كرة او انتم اش دخلكم هي تبغي هو يبغيها هي تبغي هو يبغيها البالون تعرفوا هو يعرف بالون اي كيف كيف على هذيك نقولوا بلي ودي رياض محرز دائما وين يقعد لعب في ليكيب ناسيونال شنه كيلعب ليكيب ناسيونال كلش يدور عنده يدخل ميليو تيرا يولي رولا ديفونس يعاود يطلع يعاود شوفوا اللعب شوفوا رياض محرز كيلعب في ليكيب ناسيونال غير شوفوه برك يلعب كلش هو الباترون كاش تي لا باترون الله يجعل ربي يحفظه برك يا باترون يدخل الوسط يريقلها يعيطوا له يقولوا كي كويزيني شيف روح ذوقنا لهنا كويزيني يدخل كيما يقول لهم هنا زيدوا شويه ملح بن ناصر يزيد شويه ملح يعاود يولي عند ديوره يقولوا شا كاين هنا يقولوا الشيخ يقولوا عندي راني عارض 60 بنادم شاني عارف يقولوا هاكي تحط لهم هاكي تحط لهم هاكي تحط لهم يطلع اروح في غولي شا كاين يقولوا ودي الدخله منا مشاني وخرتو يقولوا روحتو مليح خليني تك 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 دب روح بنجح اجري وبالو توصلك اجري بالو توصلك كي تسمع الحس تاع بلاك تلاك تلاك في لارت كلمه تراك طلع كراعك غادي تضرب تبلط كي تطلع كراعك تتوشيك وتدخل يقول له ما تبقاش تخرب دير جيست واحد اخر ما غاديش تدخل دير كيما راني نقول لك مانشستر سيتي بين هدر على البيت ولدي صغير عنده 3 شهور شاف البنت ولدي غير صغير عنده 3 شهور شاف البنت شاف بين هدر ما عندنا ما نهضر ولدي صغير وشاف البنت بين فهمنا البنت كي تخلو كي دار ها البنت راكم ها خيط خيط الخيط الخيط ودخلوا فيه وسط البرا خيط ودخلوا فيه وسط البرا وفات هذا هو رياض محرز اللي نعرفوها كي هدر عليه لومبارد هدر عليه لونترين مورينيو يعني اي كلوب كاع الناس هضرت عليه مور البارح لومبارد على بالكش قال مورينيو اش قال غوارديولا قال له لا ما ربحتنيش في تاكتيك دو جو تاعك تايا قال له لا ما ربحتنيش في تاكتيك دو جو تاعك قال له انا ربحني محرز انت ما ربحتنيش كيما نهار محرز لعب كونت سينيغال يطلع النيفو ويهود النيفو طلع النيفو ويهود النيفو طلع النيفو دقدقهم دقدق الغاشي كيما هكا هذه اختها مكاش اللي يجي يغلطكم هذه اختها هذه هي على قرانا نقولوا بلي رياض محرز يبقى رقم واحد في المنتخب الوطني الجزائري ورياض محرز يبقى رقم واحد في انجليز
انجليز كومبلي. شوف شوف كان يلعب في لايستر سيتي، كان يلعب كاع لي بارتي، شاده دا ميير جوير في البريمير ليغ، دا الشامبيون، ووصل لايستر سيتي الكارد دو فينال، خاطش اني عاقل لعبو قيلا كونتر كونتر اشبيليا تاع الكوفرو اللي دارها ديريكت لصاحبو ذاك الكات هذاك، قال له انت دير غير راسك كيما هكا، قال له غادي تضربك هنا ما تخافش، فيزا فيه ضربه دخلت، كاليفاو ربحوا 2-0 دو بيت من عند محرز، كاليفاو الكاردو فينال، تلاقاو مع اتليتيكو خسروا بنقطه صغيره، خسروا بجزيئات صغار برك، خسروا بجزيئات صغار، على ذي نقولوا بلي رياض محرز لو كان يعطوه الوقت، يعطوه الوقت مش يعطوه الفرصه، نحشم باش يقول رياض محرز اعطيه فرصه، رياض محرز ما تعطيش فرصه، رياض محرز قول له خلوه يلعب، قول له خليه يلعب ماشي خلي اعطيه فرصه، ما كاش تشوف العجب، هذه هي، وهذه نهديها للصحافي حمو خونا بالاحمر تاع الشروق، وربي يحفظك ان شاء الله، وتحيه الجزائر.